وهاتان صديقتاي قمر وبشرى، ونحن تلميذات بمؤسسة الحنان الخاصة. بعد شهرين من الراحة والحرية والاستجمام في الشاطئ، حان وقت الاستعداد للدخول المدرسي. أنا شخصياً اشتقت إلى زملاء قسمي وتشوقت لمدرستي كثيراً. الدخول المدرسي موعد جد مهم لآبائنا وكذلك لنا نحن كتلاميذ، لذلك اليوم سنعطيكم بعض النصائح التي تعلمناها في مدرستنا لنستعد جميعاً لهذا الموعد ونبدأ سنة دراسية ناجحة ومطمئنة. تابعوا معنا. عندما ينتهي الموسم الدراسي أجمع جميع أدواتي وأعزلها إلى مجموعتين. المجموعة الأولى أضع فيها الأدوات التي يمكن إعادة استعمالها السنة المقبلة، مثل هذه المسطرة وقلم الحبر. المجموعة الثانية أضع فيها الأدوات غير الصالحة التي سوف أتخلص منها، مثل هذا الدفتر أو هذا القلم المكسر. وهكذا أقوم بإعادة تدوير أدواتي المدرسية وأساعد بذلك والدي على تحقيق وفوراتي. ثانيا أقوم بشراء الكتب المدرسية أولا ومسبقا، ولا أنتظر حتى آخر لحظة. هكذا لا أعقل نظام القسم وأتمكن من متابعة دروسي دون تأخير عند بداية المقرر الدراسي. ثالثا أضع بطاقة تحمل اسمي الكاملة وقسمي وفوجي على جميع أدواتي المدرسية، هكذا سأتجنب ضياعها أو اختلاطها مع باقي أدوات تلاميذي الآخرين. كذلك أغلف كتبي لأحافظ عليها كي تستعملها أختي الصغيرة في العام المقبل، وأغلف أيضاً دفاتري كما هو مطلوب في لائحة الأدوات. رابعاً أوفر مخزوناً من بعض الأدوات المدرسية الصغيرة في المنزل حتى أتفادى شراءها طيلة السنة الدراسية، وهكذا لن أزعج أمي وستكون سعيدة لذلك. خامساً أقوم بعملية الفرز لملابسي، أزيل من دولابي جميع الملابس التي لم تعد تناسبني وأتبرع بها للمحتاجين. بعد ذلك أرتب باقي الملابس وأهيئ منها التي سأرتديها أيام المدرسة. سادسا أنظم غرفتي وأعد مكانا خاصا بإنجاز التمارين ومراجعة الدروس بعيدا عن الشاشات وإخوتي الصغار. مكتبي يجب أن يكون منظما وبجانبه خزانة لأرتب فيها أدواتي. الكرسي يجب أن يكون مريحا ليسهل علي التركيز. ولدينا المزيد من النصائح في هذا الموضوع نريد أن نشاركها معكم. تابعوا معنا الفيديو المقبل ولا تفوتوا الفرصة للاستفادة معنا قبل الدخول المدرسي. الحنان شريككم في نجاح دراسة طفلكم.